ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك معنا سيد حسان. أهلا بكم. لعلكم تابعتم ما أفادت به مجلة فورين بوليسي وما أشارت إليه من أن هذه العقوبات ضد إيران غير مجدية. كيف يمكن أن تثمر هذه العقوبات بينما أنت ترى أن إيران تستمر في أعمالها في المنطقة وكأنه ليس هناك عقوبات؟ العقوبات الأمريكية قاسية وتركت تأثيرا كبيرا على الداخل الإيراني اقتصاديا وحتى سياسيا، وانعكس هذا الوضع الإيراني المتفاقم والمتراجع اقتصاديا على حلفاء إيران الذين ينعمون بالدعم الإيراني من لبنان إلى سوريا إلى العراق وإلى اليمن. ولكن الواقع الإيراني، واقع النظام الإيراني، أنه نظام غير ديمقراطي. لو أن حكومة انتخبت من الشعب ديمقراطيا لكانت سقطت وتم استبدال حزب بآخر، ولكن هذا النظام هو نظام ديكتاتوري شمولي يعطي نفسه شكلا ديمقراطيا ولكنه في واقع الأمر لا علاقة له بالديمقراطية. لذلك هذا النظام أولويته الدينية أنه لا يستطيع التراجع عن مبادئه وثوابته السياسية التي رفع سقفها عاليا، وهو التمدد من طهران وصولا إلى البحر المتوسط في لبنان عبر العراق وسوريا، ولذلك لا يستطيع التراجع عن مواقفه. هو يضغط على الشعب الإيراني ويحمل الشعب الإيراني تبعات سياساته الخارجية، ويحرم الشعب الإيراني من مقوماته الاقتصادية، من ثرواته الاقتصادية، وينفقها على حلفائه في المناطق التي يتمدد فيها. يعني في المحصلة طالما أن إيران لم ترضخ لهذه العقوبات فهناك كما قالت الصحيفة فشل لهذه العقوبات. هل نتوقع أن تصعد أمريكا من وتيرة عقوباتها تجاه إيران؟ يمكن أن نقول أن هناك فشل، لكن هناك تأخير حقيقي بنجاح هذه الخطة كما ذكرنا، لأن طبيعة النظام مختلفة عن أي نظام آخر. ولكن من الممكن أن الولايات المتحدة قد تصعد من ضغوطاتها الاقتصادية، خاصة وأن الجميع يعرف أن العقوبات الأمريكية طالت قطاع النفط إلى الآن، لكن قطاع الغاز الإيراني لم يتم بالمس به إلى الآن. الخطوة الوحيدة التي برزت منذ أيام هو توقف الشركة الصينية عن تطوير حقل بارس الإيراني لإنتاج الغاز، وهو حقل مشترك بين قطر وإيران، توقفت عن تطويره وتطوير إنتاجه وزيادة الدخل الإيراني من الغاز. هذا المنتج الإيراني الذي لا زال يضخ مالا للخزينة الإيرانية لا زال مفيدا لإيران ويغطي بعضا من مشاكلها الاقتصادية. طورت الولايات المتحدة عقوباتها ومنعت تصدير الغاز الإيراني، فإن ذلك سوف يترك أثرا أكثر سلبية على الاقتصاد الإيراني ويضعه في موقف حرج، رغم أن إيران قد بدأت تذكر إعلاميا أنها بدأت تخفض اعتماد الميزانية الإيرانية على مداخيل النفط والغاز. وفي آخر مذكرة صدرت أن حجم الدخل القومي الإيراني من الغاز والنفط الذي يتم استخدامه في الميزانية العمومية لا يتجاوز 20%، وأن هناك خطة مستقبلية لوقف اعتماد مداخيل النفط والغاز في الميزانية بشكل نهائي تماما. ولكن يبقى أن العقوبات الأمريكية تترك أثرها، وهذا ما دفع الرئيس روحاني أن يطلب استفتاء على السياسات الخارجية، استفتاء الشعب على السياسات الخارجية. نعم. لأنه يشعر أنه بحاجة، لأن يشعر بأنه مؤيد من قبل الشعب الإيراني الذي يعاني وهو الأكثر معاناة، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني لازال يصر على المواجهة وعلى الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية وعدم الرضوخ للمطالب الأمريكية. نعم. روحاني يشعر أن من واجبه تخفيف هذا العبء عن الشعب الإيراني والعمل على تلبية حاجاته وما ينقصه في الأسواق الداخلية. يعني لعل من يعني أحد أوراق القوة لدى إيران هو وجود تنظيمات أو أذرع تابعة لها في أكثر من منطقة ودولة من العالم العربي. هل تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأذرع من خلال عقابها أو عقوباتها على إيران، أم أنها ستلجأ بالفعل إلى أيضا التعامل مع هذه الأذرع؟ الولايات المتحدة تعمل على خطين، هي تعاقب الأدوات أيضا والأذرع في الخارج. قال نحن نشعر بهذا في لبنان، حيث تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يؤيد حزب الله ماليا أو سياسيا، وهناك شركات تم وقف التعامل معها، ومؤخرا هناك مصرف لبناني تم
وقفه بالكامل وتصفيته وإغلاق أبوابه، لأنه تعاون مع حزب الله وفتح له حسابات خاصة بحزب الله. إذن العقوبات مزدوجة، هناك عقوبات على إيران بحيث تمنع إيران من دعم حلفائها، وهناك عقوبات على الحلفاء أنفسهم في دول التي يتحركون فيها سواء في لبنان أو في العراق أو في أي مكان آخر. هناك عقوبات تطال أشخاص وعقوبات تطال شركات ومؤسسات وحتى بعض السياسيين أيضا، وليس بالضرورة أن يكون ضمن هذه المجموعات حتى لو كان مؤيدا أو مساعدا أو مشاركا تطاله العقوبات. وهناك لائحة يتم التحدث عنها أن أنها قد تطال سياسيين لبنانيين متعاطفين مع حزب الله أو أنهم متعاونين مع حزب الله. نعم. شيء على مسارين. نعم. أستاذ حسان، مجلة فورين بوليسي تقول أن طهران تتقدم ببطء نحو هدفها المتمثل في إقامة جسر بري يمتد عبر المنطقة. هل تعتقد أن أمريكا بسياستها يمكن أن تقطع الطريق أمام إيران تجاه هذا الجسر؟ في الحقيقة إيران قد أنشأت هذا الخط مفتوح، وليست أنها في صدد الحصول عليه، حصلت عليه بالفعل خاصة مع الانسحاب الأمريكي من سوريا ومع هيمنة إيران وميليشيا الحشد الشعبي بقيادة سليماني قائد الحرس الثوري على الساحة العراقية وعلى الساحة السورية وصولا إلى لبنان الذي يهيمن عليه حزب الله. ولكن هناك عمل أمريكي جاد يبدو على قطع هذه الخطوط من خلال إعادة إنتاج واقع جديد في شمال سوريا مع الدخول التركي إلى سوريا، مع إعادة إنتاج علاقات جديدة مع الأكراد. أيضا لا يمكن أن نغفل ما جرى في العراق من مظاهرات معارضة لإيران ومطالبة بخروج إيران من العراق، وما تعرض له الشعب العراقي من حالات قتل واستهداف بالقنص وتعذيب من قبل الميليشيا الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني الذي تبين أنه كان مشاركا في اضطهاد الشعب العراقي ليحمي خطوط إمداده وليس لحماية الشعب العراقي. إذن هذا الخط هو موجود وإسرائيل تستهدفه بين الحين والآخر، ولا أظن أن الولايات المتحدة سوف تغفل عنه، لأن هذا الخط يشكل خطرا على إسرائيل، ليس حماية للعرب وليس حبا بالبلاد العربية والشعوب العربية والمسلمة، ولكن أمن إسرائيل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا الخط قد يشكل خطرا على أمن إسرائيل واستقرارها. لذلك ستعمل الولايات المتحدة على وقف هذا الخط ومنع إيران من التمدد على الساحة العربية وصولا إلى الحدود الإسرائيلية. شكرا لك أستاذ حسان القطب، كنت معنا من صيدا عبر سكايب.